الله الرحمن الرحيم. درس بعنوان القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد مع وجود باقي. التمهيد، أوجد الناتج. 12 عشرات تقسيم 4 يساوي، سأقوم بتوزيع 12 عشرات على 4 مجموعات بالتساوي. هيا نبدأ. 10 واحدة لكل مجموعة، 10 ثانية لكل مجموعة، 10 ثالثة لكل مجموعة، 10 ثالثة لكل مجموعة. نلاحظ في كل مجموعة 3 من أعمدة العشرات، إذن 12 عشرات تقسيم 4 يساوي 3 عشرات. 400 تقسيم 3، سأقوم بتوزيع 400 بالتساوي على 3 مجموعات. هيا نبدأ. 100 واحدة لكل مجموعة، نلاحظ بقيت 100 واحدة خارج المجموعات، إذن 400 تقسيم 3 يساوي 100 والباقي 100. 6 عشرات تقسيم 5 يساوي 10 عشرات والباقي 10 عشرات. 6 آحاد تقسيم 2 يساوي 3 آحاد. 800 تقسيم 4 يساوي 200. 8 ضرب 6 يساوي 48، 6 ضرب 4 يساوي 24، 5 ضرب 7 يساوي 35، 9 ضرب 3 يساوي 27، 14 تقسيم 2 يساوي 7، 16 تقسيم 4 يساوي 4، 18 تقسيم 3 يساوي 6، 21 تقسيم 3 يساوي 7. أوجد الناتج. 62 تقسيم 2. هيا نتبع خوارزمية القسمة لإيجاد الناتج بالشكل الرأسي. نبدأ أولاً بقسمة العشرات. 6 عشرات تقسيم 2 يساوي 3 عشرات. 3 عشرات ضرب 2 يساوي 6 عشرات. أطرح 6 عشرات ناقص 6 عشرات يساوي 0. 0 أصغر من 2. ننزل الآحاد. 2 آحاد تقسيم 2 يساوي 1 آحاد. 1 آحاد ضرب 2 يساوي 2 آحاد. أطرح 2 آحاد ناقص 2 آحاد يساوي 0. إذن 62 تقسيم 2 يساوي 31. هيا نوجد الناتج بالشكل الأفقي. نبدأ أولاً بقسمة العشرات. 6 عشرات تقسيم 2 يساوي 3 عشرات، ونكتبها في منزلة العشرات في الناتج. ثم نقسم الآحاد. 2 آحاد تقسيم 2 يساوي 1 آحاد، ونكتبها في منزلة الآحاد في الناتج. إذن 62 تقسيم 2 يساوي 31. تريد إحدى شركات الإطارات توزيع 425 إطاراً على 3 شاحنات بالتساوي لتزويد أحد المحلات، فكم إطاراً تضع في كل شاحنة وكم إطاراً يبقى؟ عند التوزيع بالتساوي علينا إجراء عملية القسمة لإيجاد الناتج وإيجاد الباقي، ويمكن التعبير عنه كالتالي: 425 تقسيم 3،
425 هو عدد الإطارات. 3 هو عدد الشاحنات، أي عدد المجموعات. هيا نوظف قطع دينيس لإيجاد الناتج. أولاً نوزع 400 على 3 مجموعات بالتساوي، 101 لكل مجموعة والباقي 1 مئات. استبدل 1 مئات بعشرة عشرات، نوزع 12 عشرة على 3 مجموعات بالتساوي، 10 واحدة لكل مجموعة، 10 ثانية لكل مجموعة، 10 ثالثة لكل مجموعة، 10 رابعة لكل مجموعة. ثم نوزع 5 وحدات على 3 مجموعات بالتساوي، 1 واحدة لكل مجموعة والباقي 2 وحدات خارج المجموعات. إذن 141 وحدة في كل مجموعة والباقي 2 وحدات. والآن نستخدم خوارزمية القسمة لإيجاد الناتج. نبدأ أولاً بقسمة المئات. أقسم 400 تقسيم 3 يساوي 1 مئات والباقي 1 مئات. أضرب 1 مئات ضرب 3 يساوي 300. أطرح 400 ناقص 300 يساوي 1 مئات، الباقي 1 مئات. أقارن 1 أصغر من 3. الخطوة الثانية أعيد تسمية 1 مئات بعشرة عشرات. 10 عشرات زائد 12 عشرات يساوي 12 عشرة. أقسم 12 عشرة تقسيم 3 يساوي 4 عشرات. أضرب 4 عشرات ضرب 3 يساوي 12 عشرة. أطرح 12 عشرة ناقص 12 عشرة يساوي 0. أقارن 0 أصغر من 3. الخطوة الثالثة أنزل الآحاد وأقسم. 5 آحاد تقسيم 3 يساوي 1 آحاد والباقي 2 آحاد. أضرب 1 آحاد ضرب 3 يساوي 3 آحاد. أطرح 5 آحاد ناقص 3 آحاد يساوي 2 آحاد، الباقي 2 آحاد. أقارن 2 أصغر من 3. إذن 425 تقسيم 3 يساوي 141 والباقي 2، أي في كل شاحنة 141 إطارا والباقي إطاران. يمكننا إجراء عملية القسمة باتباع خوارزمية القسمة. 249 تقسيم 8. أولاً نقسم المئات. 200 تقسيم 8 يساوي 0 مئات والباقي 200. أعيد تسمية 200 ب20 عشرة. 20 عشرة زائد 4 عشرات يساوي 24 عشرة. أقسم 24 عشرة تقسيم 8 يساوي 3 عشرات. أضرب 3 عشرات ضرب 8 يساوي 24 عشرة. أطرح 24 عشرة ناقص 24 عشرة يساوي 0 عشرات. 0 أصغر من 8. بعدها أنزل الآحاد، ثم نقسم. 9 آحاد تقسيم 8 يساوي 1 آحاد والباقي 1 آحاد. أضرب 1 آحاد ضرب 8 يساوي 8 آحاد. أطرح 9 آحاد ناقص 8 آحاد يساوي 1 آحاد. 1 أصغر من 8.
إذن 249 تقسيم 8 يساوي 31 والباقي 1. تذكر التحقق من صحة ناتج القسمة نستخدم عمليتي الضرب والجمع، أي أضرب المقسوم عليه في ناتج القسمة وأجمع الباقي. 8 ضرب 31 يساوي 248. 248 زائد 1 يساوي 249، وهو يساوي المقسوم. إذن إجابتنا صحيحة. أوجد الناتج 326 تقسيم 3. هيا نستخدم خوارزمية القسمة لإيجاد الناتج. نبدأ أولا بقسمة المئات. 300 تقسيم 3 يساوي 100. 100 ضرب 3 يساوي 300. أطرح 300 ناقص 300 يساوي 0. 0 أصغر من 3. ننزل العشرات. 12 تقسيم 3 يساوي 0 عشرات والباقي 12. 0 عشرات ضرب 3 يساوي 0 عشرات. أطرح 12 ناقص 0 عشرات يساوي 12. 2 أصغر من 3. أعيد تسمية 12 إلى 20 آحاد. 20 آحاد زائد 6 آحاد يساوي 26 آحاد. 26 آحاد تقسيم 3 يساوي 8 آحاد والباقي 2 آحاد. 8 آحاد ضرب 3 يساوي 24 آحاد. أطرح 26 آحاد ناقص 24 آحاد يساوي 2 آحاد. 2 أصغر من 3. إذن 326 تقسيم 3 يساوي 108 والباقي 2. تذكر للتحقق من صحة ناتج القسمة استخدم عمليتي الضرب والجمع، أي أضرب المقسوم عليه في ناتج القسمة وأجمع الباقي. 3 ضرب 108 يساوي 324. 324 زائد 2 يساوي 326، وهو يساوي المقسوم. إذن إجابتنا صحيحة. أوجد الناتج 847 تقسيم 7. باستخدام خوارزمية القسمة نوجد الناتج. نبدأ أولا بقسمة المئات. 800 تقسيم 7 يساوي 100 والباقي 100. 100 ضرب 7 يساوي 700. أطرح 800 ناقص 700 يساوي 100. 1 أصغر من 7. نعيد تسمية 100 إلى 10 عشرات. 10 عشرات زائد 4 عشرات يساوي 14 عشرة. نقسم 14 عشرة تقسيم 7 يساوي 12. 12 ضرب 7 يساوي 14 عشرة. أطرح 14 عشرة ناقص 14 عشرة يساوي 0. 0 أصغر من 7. أنزل الآحاد. 7 آحاد تقسيم 7 يساوي 1 آحاد. 1 آحاد ضرب 7 يساوي 7 آحاد. أطرح 7 آحاد ناقص 7 آحاد يساوي 0. 0 أصغر من 7. إذن 847 تقسيم 7 يساوي 121 والباقي 0. تذكر للتحقق من صحة ناتج القسمة أستخدم عملية الضرب. أضرب المقسوم عليه في ناتج القسمة. 7 ضرب 21 يساوي 847، وهو يساوي المقسوم. إذن إجابتنا صحيحة. أوجد الناتج 660 تقسيم 9.
لإيجاد الناتج، والباقي نستخدم خوارزمية القسمة. نبدأ أولاً بقسمة المئات، 6 مئات تقسيم 9 يساوي 0 مئات والباقي 6 مئات. نعيد تسمية 6 مئات إلى 60 عشرات، 60 عشرات زائد 6 عشرات يساوي 66 عشرات، 66 عشرات تقسيم 9 يساوي 7 والباقي 3 عشرات، 7 عشرات ضرب 9 يساوي 63 عشرات. أطرح 66 عشرات ناقص 63 عشرات يساوي 3 عشرات، 3 أصغر من 9. أعيد تسمية 3 عشرات إلى 30 آحاد، 30 آحاد تقسيم 9 يساوي 3 آحاد والباقي 3 آحاد، 3 آحاد ضرب 9 يساوي 27 آحاد. أطرح 30 آحاد ناقص 27 آحاد يساوي 3 آحاد، 3 أصغر من 9. إذن 660 تقسيم 9 يساوي 73 والباقي 3. تذكر للتحقق من صحة ناتج القسمة استخدم عمليتي الضرب والجمع، أي أضرب المقسوم عليه في ناتج القسمة ثم أجمع الباقي. 9 ضرب 73 يساوي 657، 657 زائد 3 يساوي 660، أي يساوي المقسوم. إذن إجابتنا صحيحة. أوجد الناتج، 777 تقسيم 8 لإيجاد الناتج، والباقي نستخدم خوارزمية القسمة في الحل. نبدأ أولاً بقسمة المئات، 700 تقسيم 8 يساوي 0 مئات والباقي 700. أعيد تسمية 700 إلى 70 عشرات، 70 عشرات زائد 7 عشرات يساوي 77 عشرات، 77 عشرات تقسيم 8 يساوي 9 عشرات والباقي 5 عشرات، 9 عشرات ضرب 8 يساوي 72 عشرات. أطرح 77 عشرات ناقص 72 عشرات يساوي 5 عشرات، 5 أصغر من 8. أعيد تسمية 5 عشرات إلى 50 آحاد، 50 آحاد زائد 7 آحاد يساوي 57 آحاد، 57 آحاد تقسيم 8 يساوي 7 آحاد والباقي 1 آحاد، 7 آحاد ضرب 8 يساوي 56 آحاد. أطرح 57 آحاد ناقص 56 آحاد يساوي 1 آحاد، 1 أصغر من 8. إذن 777 تقسيم 8 يساوي 97 والباقي 1. تذكر للتحقق من صحة ناتج القسمة استخدم عمليتي الضرب والجمع، أضرب المقسوم عليه في ناتج القسمة ثم أجمع الباقي. 8 ضرب 97 يساوي 776، 776 زائد 1 يساوي 777 وهو يساوي المقسوم. إذن إجابتنا صحيحة. لدى محمد 648 كتابا يريد توزيعها على 6 أرفف بالتساوي، فكم كتابا يضع في كل رف؟ عندما نوزع بالتساوي فإننا نقوم بعملية القسمة ونعبر عنها كالتالي، 648 تقسيم 6 لإيجاد الناتج نستخدم خوارزمية القسمة. أبدأ بقسمة المئات أولا، 600 تقسيم 6 يساوي 100، 100 ضرب 6 يساوي 600. أطرح 600 ناقص 600 يساوي 0 مئات، 0 أصغر من 6. أنزل العشرات، 4 عشرات تقسيم 6 يساوي 0 عشرات والباقي 4 عشرات، 0 عشرات ضرب 6 يساوي 0 عشرات. أطرح
أربع عشرات ناقص صفر يساوي أربع عشرات. أربعة أصغر من ستة. أعيد تسمية أربع عشرات إلى أربعون آحاد. أربعون آحاد زائد ثمانية آحاد يساوي ثمانية وأربعون آحاد. أقسم ثمانية وأربعون آحاد تقسيم ستة يساوي ثمانية آحاد. ثمانية آحاد ضرب ستة يساوي ثمانية وأربعون آحاد. أطرح ثمانية وأربعون آحاد ناقص ثمانية وأربعون آحاد يساوي صفر. إذن 648 تقسيم 6 يساوي 108 والباقي صفر، أي أن كل الكتب ستوزع على الرفوف الستة بالتساوي. إذن 648 تقسيم 6 يساوي 108 والباقي صفر، وبما أن الباقي صفر أي أن كل الكتب ستوزع على الرفوف الستة بالتساوي. عدد الكتب في كل رف 108 كتاباً. تذكر يمكنك استخدام عملية الضرب وعملية الجمع للتحقق من صحة ناتج القسمة. اكتشف الخطأ. قام حمد ونواف بإيجاد ناتج 46 تقسيم 4 كما هو مبين أدنى، فأيهما كانت إجابته صحيحة ولماذا؟ إجابة حمد 46 تقسيم 4 يساوي 11، بينما إجابة نواف 46 تقسيم 4 يساوي 11 والباقي 2. للتحقق من صحة ناتج حمد نقوم بعملية الضرب، أي نضرب المقسوم عليه في ناتج القسمة. 4 ضرب 11 يساوي 44، وهو لا يساوي المقسوم، إذن إجابة حمد خاطئة. وللتحقق من صحة ناتج نواف نضرب المقسوم عليه في ناتج القسمة ثم نجمع الباقي. 4 ضرب 11 يساوي 44. 44 زائد 2 يساوي 46، وهو يساوي المقسوم، إذن إجابة نواف صحيحة لأنه حدد الباقي. هيا نفكر. قام أحمد بقسمة 427 على 7 وحصل على نتيجة 60 والباقي 7. وضح كيف تبين أن إجابته خاطئة. نلاحظ هنا أن المقسوم عليه 7 وأن الباقي 7، أي الباقي يساوي المقسوم عليه، ويجب عند إجراء عملية القسمة يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه، إذن إجابته خاطئة. لإيجاد ناتج 427 تقسيم 7 نتبع خوارزمية القسمة. نبدأ أولا بقسمة المئات. أقسم 400 تقسيم 7 يساوي 0 مئات والباقي 400. أعيد تسمية 400 إلى 40 عشرة. 40 عشرة زائد 2 عشرات يساوي 42 عشرات. نقسم 42 عشرات تقسيم 7 يساوي 6 عشرات. 6 عشرات ضرب 7 يساوي 42 عشرات. أطرح 42 عشرات ناقص 42 عشرات يساوي 0 عشرات. 0 أصغر من 7. أنزل الآحاد. 7 آحاد تقسيم 7 يساوي 1 آحاد. 1 آحاد ضرب 7 يساوي 7 آحاد. أطرح 7 آحاد ناقص 7 آحاد يساوي 0 آحاد. 0 أصغر من 7. إذن 427 تقسيم 7 يساوي 61 والباقي 0. ماذا تعلمنا من الدرس؟ توظيف قطع دينيز لإيجاد ناتج القسمة على عدد مكون رمزه من رقم 1 مع إعادة التسمية ووجود باقي.
إيجاد ناتج القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد مع إعادة التسمية ووجود باقي. حل مسائل تتضمن القسمة.